على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العلو من صفات الله سبحانه وتعالى، وأول صفة كما في رواية الكافي اتصف به الله العلو، ولهذا نقول يا علي ثم نقول يا عظيم. العلو يعني شنو معنى العلو؟ العلو يعني الذي له إشراف على جميع الكون، جميع الأكوان والعالمين. هذا مقام تجلى في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا المقام كيف يمكن إظهاره للناس؟ كيف يمكن هذا الأمر؟ يعني هذا مو أمر مادي حتى يمكن تصويره أو إظهاره ماديا. هذا مقام عظيم، هذا المقام لم يكن بالإمكان أن يظهر إلا عن طريق زهرائية الزهراء سلام الله عليها، فهي التي أخرجت الناس من الظلمات إلى النور. مجرد ما أخرجت الناس من الظلمات إلى النور هم رأوا هذا المقام، هم رأوا هذا المقام. يعني ما كان حاجة لتبيين صفات أمير المؤمنين سلام الله عليه، الناس عرفوا أن هذه ظلمة وخرجوا منها فرأوا هذا المقام. ولكن هناك مشكلة أخرى، بأن هناك من يزاحم الناس للورود في النور، فما هو الحل؟ الحل هنا الفاطمية، فطمت شيعتها من الشر. فإذا الزهرائية لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، الفاطمية لدفع الشرور. ولهذا يقول والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالفاطمية في الواقع وقفت وحالت دون سقوط الأولياء في الظلمات مرة أخرى. فإذا الزهرائية مقدمة على العلوية، وبعد العلوية كانت للفاطمية كصفة من صفات الزهراء دور عظيم في منع الأعداء من التآمر وتنفيذ خطتهم المشومة. ولذلك نحن ينبغي لنا أن نعرف الزهراء ونعرف فاطمة، ولهذا تقول اعلموا أني فاطمة، يعني أنا اللي كان لي دور في إبعاد الشر منكم أيها المؤمنون. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.